مرحبا، فعاليتنا لليوم هي وردة من الكرتون. بلزمنا للفعالية 3 كراتين من نفس اللون، كرتونة لون أخضر، مقص، قلم تلوين ولاصق. في البداية بدنا نقص مربع من هذه الكراتين، 3 مربعات بصفي عنا. المستطيلات اللي بتزيد ممكن نحتفظ فيها ونستخدمها في فعاليات ثانية. في البداية رح نستعمل الكرتونة الأولى، نطويها من النصف بهذا الشكل، بعدين نطويها كمان مرة من النصف عشان يطلع لنا مربع صغير، وبعد هيك نطويها كمان مرة من النصف بس بشكل مائل، بيطلع لنا شكل مثلث. ونفس الطريقة بنستعملها للمربعين الثانيات. بعد هيك بنرسم في قلم التلوين نصف دائرة بهذا الشكل وبنقصها. طبعا بنطبق نفس الطريقة على المثلثات الثلاث. هيك بصير عنا 3 وردات. نستعمل وردة وردة. الوردة الأولى منقص منها بتلة واحدة بهذا الشكل، الوردة الثانية منقص منها بتلتين بهذا الشكل برضو، والوردة الثالثة 3 بتلات. بعد هيك بنحتاج على الكرتونة الخضراء نرسم ورقتين شجر أو ورقة واحدة، وبنطويها ومنقص ورقتين يكونوا متماثلات. بعدين بيجينا مرحلة اللاصق. من هاي المنطقة بنحط الصمغ ومنسكر الوردة بهذا الشكل. كل الأجزاء اللي عملناها بدنا نلزقهم، نسكرهم بهذا الشكل. بعدين بنيجي لأكبر وردة عنا، وبنيجي للي أصغر منها شوي بنلزقها بهذا الشكل، واللي أصغر منها واللي أصغر وهكذا. ومنلزق ورقات الشجر عشان تكون وردتنا جاهزة. في النهاية ممكن نضيف لمسة صغيرة للوردة عشان تكون كأنها حقيقية أكثر، اللي هي باستخدام قلم تلوين أو أي قلم رصاص موجود عندكم. بهاي الطريقة نطوي أطراف الوردة شوي هيك تماماً حتى تكون وردتنا جاهزة. نقدر نعمل أكثر من لون وأكثر من وردة ونعلقهم في غرفتنا للزينة. ويعطيكم العافية.